صاب والذي طبعا دخل مكان أنيس البدري في مباراة اليوم. هذه محاولة من هناك نبيل معلول يبحث عن كرة عرضية تونسية خطيرة الكرة لكن سالة في يد حارس المرمى كيلور نافاس. رقم 78 خطأ وهبي الخزري بيلعب كرة عالية لمن خطير. هذه كرة بتعدي إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية أو إلى ركلة حرة غير مباشرة. وضعية تسلل في هذه اللقطة بالفعل وضعية تسلل وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب. هذه كرة مرتدة من هناك على طريق اللاعب أورينيا. أورينيا تقدم سدد لكن سأل الكرة في يد حارس المرمى. وسط الملعب يظهر بشكل ممتاز المنتخب التونسي. هذه كرة خزري يستغل تقدم كيلور نافاس ليضرب بالقائم الأيسر. محاولة أولى للمنتخب التونسي حقيقية تظهر في الدقيقة السادسة. شوف هذه التمريرة رائعة من فرجاني إلى الخزري لكن الكرة بتعدي إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة كوستاريكا. عند اللي كان من المفترض أن يشارك لكن شعر ببعض الألام على مستوى المعدة. هذه محاولة غياب بن عمر للإصابة. وأول رويز على الركنية بيرسل كرة عالية للأمام. يحاول المنتخب خطيرة الكرة بتعدي من دون أي مراقبة. هذه كرة فرصة تتفول تضيع من أمام بورخيس محترف في الليغا الإسبانية لعب ديبورتيفو لاكارونيا من دون أي مراقبة في هذه اللقطة. شوف ارتقاء بشكل رائع في هذه الكرة من جانب اللاعب واستون قلب الدفاع لكن الكرة بتمر بسلام على مرمى المنتخب. أمامه معلول جامبا يبحث عن كرة عرضية. برافو حارس المرمى يكسب خطأ لأنه أي احتكاك مع حارس المرمى يفقد التوازن. طبعا هناك صفرة الحكم ستكون حاضرة. الكرة المشتركة بين رويز وحارس المرمى معز حسن خطأ لمصلحة المنتخب التونسي. هذه عرضية جامبا في الجهة اليمنى كان يحاول لكن معز كان أعلى من الكل في هذه اللقطة بيسيطر عليها. طبعا يفقد السيطرة على الكرة بعد ذلك وبالتالي خطأ لمصلحة المنتخب. الغريم التقليدي للبارسا كرة عالية للأمام من هناك إلى رويز لكن أمامه سيام بن يوسف أمامه مرياح. فعلت كوستاريكا في المونديال الماضي. هذه كرة للأمام خطيرة الكرة بتعدي من أمام ياسين مرياح لكن الخطورة مستمرة إن كان من كرات ثابتة إن كان من كرات متحركة. تونس أفضل من كوستاريكا تظهر بشكل رائع. هناك مجموعة موجود العيادي موجود للسرارفي موجود أيضا الحراس البلبولي بن شرفية بن مصطفى. هذه كرة للأمام تونس تبحث عن الوصول أمام أنيس البدري تمشي. هذه كرة لسيف الدين خاوي بيسدد الكرة لكن الكرة سعر في حارس المرمى كيلو طبعا أحمد رئيس الاتحاد الحالي من مدغشقر. واستون والخازري هي مباراة ودية يعني لا تحتاج إلى كل هذه العصبية إلى كل هذا الشد يا خازري. الخازري حكم المباراة فرانك شنايدر. ماذا سيقرر في هذه اللقطة؟ هل نشاهد ورقة حمراء في لقاء ودي دولي يجمع تونس وكوستاريكا بليانز ريفيرا؟ نشاهد ونتابع قرار حكم المباراة. يعني بما أنه لقاء ودي ورقة صفراء تكفي. وأكيد في مثل هذه الحالات نبيل معلول سيتكلم مع اللاعب وهاب الخزي سيتكلم مع كل اللاعبين لأن الأخطاء أن تأتي في مباراة ودية أفضل ما تأتي في المونديال. شاهدنا خطأ بن علوان في المباراة الماضية أمام إيران كان هناك ضربة جزاء لإيران لم تحتسب وبالتالي أن تحدث مثل هذه الأمور علما بأن حكم مباراة لم يحتسبها لكن أن تحدث مثل هذه الأمور في مباراة ودية دولية أفضل ما أن تكون في بطولة كأس العالم لأنه في مثل هذه المباراة طبعا تلعب على جي رادس قبل أيام على إيران. كوستاريكا فاز اسكتلندا بهدف واحد. الخزي تقدم خطيرة الكرة جول أول لتونس. وهب الخزري يفتتح أهداف المباراة بهدف في منتهى الروعة مر من المدافع من كيلور نافاس وضع الكرة في المرمى سجل الكرة في المرمى يعطي التقدم والأسبقية للنسور التي تحلق في جنوب فرنسا. بليانز ريفيرا وهب الخزري يصل إلى هدف 12 بقميص النسور في مباراة دولية 35. فرحة كبيرة من الجمهور التونسي بمختلف مشجعي
وهبي في المرة الأولى مرمي للمدافع مرمي كيلور نافاس. شوف التمريرة العالمية، الكرة كانت خلف الدفاع وعلى طول تعامل مع الكرة بالشكل رائع. وهبي يضع المنتخب التونسي في المقدمة بهدف مقابل لا شيء. تونس 1 من أمام دوارتي، 1-0 تونس. تفعلها تتقدم، النصور تستحق هذا التقدم قياسا بأفضليتها بسيطرة المنتخب التونسي بالرغبة والمحرص ولا حتى النجم. هذا المنتخب سيمثل تونس، يمثل عرفي المونديال. خازري، الخازري بيسدد الكرة بعيدة تماما إلى خط تحت بين وصعد تمريرة الهدف الأول لوهبي، مرور رائع وكرة عرضية البحث عن هدف ثاني، كرة بعيدة تماما على نعيم، سريعة تونس في طريقة للثاني، تونس في طريقة للثاني، خطير هذه الكرة سدد، الكرة بتمر بتعدي إلى خارج أرضية الملعب بجانب القائم الأيمن، كرة أنيس. آه يا أنيس، كان ممكن أن تونس الشعب التونسي في هذه اللقطة بالهدف الثاني. أنيس، أنيس بدري لم يسجل أي هدف دولي، كان ممكن أن يكون أول أهدافك الدولية بقميص النصور يا أنيس، لكن كرة الكرة من هناك إلى الحدادي. أسامة محاولة تصل، نعيم سليتي، سليتي خزري كرة، لكن وضعية تسل، وضعية قادرة على أن تسجل ثاني. كرة من هناك، محاولة أسامة، الله الله الله، الكرة تكمل، الكرة سالة في يد حارس المرمى كيلور نافاس. أكثر من لمسة، أكثر من تاتش في اللقطة الماضية، كانت قريبة تونس من أن تسجل هدف ثاني في مرمى كيلور نافاس. شوف المتعة اللي يقدمها النسور مع بداية الشوط الثاني، أكثر من لمسة وده من هناك أسامة. الصادق ساسي عتوق الحارس الكبير، أبرز ما أنجبته على مستوى حراس المرمى تونس، تسديدة بعيدة تماما من كولين دريس، كرة إلى خارج أرضية الملعب، وصولا إلى جيل طبعا 98 اللي شارك في كأس العالم في فرنسا. شكر الوعر، سامي الطرابلسي، بوغديدا، زبير بي طبعا محللنا في واحد الشاهد المتابع. هذه كرة من كولين دريس، التغطية من الدفاع، المدافع ديلاني برون، المحاولة ما زالت موجودة، الكرة يبعدها حارس المرمى بشكل رائع، معز أحسن حارس مرمى شاتوغو الفرنسي طبعا فرقة الدوري الثاني معارض من نادي نيس، يبعد هذه الكرة، يتابع هذه الكرة، كان يحاول فيها رويز قائد كوستاريكا، يستعيد هذه الكرة رويز في وسط الملعب، يقول الكرة لي الأمام، شوف شوف رويز، الكرة فيها وضعية تسلل، لكن الكرة كانت منتظر في 9-6 في مدينة كراسندار في روسيا، ركنية للنصر. فخر الدين بن يوسف حاول على تونس هدف ثاني، وهبي بيتقدم يلعب لكرة، الكرة بيخلصها كايلور نافاس. فرجاني ساسي، كرة محاولة، تونس تقترب من هدف ثاني، أنيس بدر بعيد، أنيس يستميت على الكرة، التوزيع وفخر الدين على الخايم، على الخايم، على الخايم. ديلان برون، برون يبحث عن كرة أرضية، بيرسل كرة أرضية رائعة على مستوى القائم الثاني باتجاه كرة في مكان خطير، الكرة الله 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 يا معز، معز معز معز، دام المعز في المرمى هو اللي عزك معز، معز حسن شارع الكرة من أمامي رادس قبل أيام على إيران، كوستاريكا فاز على اسكتلندا بهدف وهبي، خفي تقدم خطيرة خطيرة، الكرة جول جول أول لتونس، وهب الخزري يفتتح أهداف المباراة بهدف في منتهى الروعة، مرمي للمدافع من كيلور نافاس، وضع الكرة في المرمى، سجل الكرة في المرمى، يعطي التقدم والأسبقية للنصور التي تحلق في جنوب فرنسا، باليانز ريفيرا. وهب الخزري يصل إلى هدف 12، يصل إلى هدف 12 بقميص النسور في مباراة الدولية 35. فرحة كبيرة من الجمهور التونسي بمختلف مشجعي وهبي في المرة الأولى، مرمي للمدافع مرمي كيلور نافاس. شوف التمريرة العالمية، الكرة كانت خلف الدفاع وعلى طول تعامل مع الكرة بالشكل رائع. وهبي يضع المنتخب التونسي في المقدمة بهدف مقابل لا شيء. تونس 1 من أمام دوارتي، 1-0 تونس. تفعلها تتقدم، النصور تستحق هذا التقدم قياسا بأفضليتها بسيطرة المنتخب التونسي بالرغبة